السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة بقى في الفيديو التاني هنستكمل مع بعض حسابات الفرش ضرب، وده بقى شباب الجزء التاني البارت 2 اللي احنا بقى هنستخدم فيه أو هنشتغل عليه على المساوي التاني. المساوي التاني هيبقى من المحول لحد الـ MDB، وادي أول بارت منه أو أول جزء، ومن الـ MDB لحد الـ MCC وادي البارت التاني في نفس المسار نفسه، هو بتاع مين؟ بتاع الروت 2. الجزء الثالث بقى والاخير من الـ MCC لحد الموتور، وده جزء مين يا شباب؟ رقم 3. تعالوا بقى نفكرك بقى بالنتورك بتاعتنا ديت هنشتغل فين بقى. في المسار من المحول، المسار الثاني من المحول لحد الـ MDB، ومن الـ MDB لحد فين؟ الـ MCC، ومن الـ MCC لحد الموتور، وانتهى في النهاية يا شباب مين؟ باللود، اللي هو يبقى عندي هنا بقى ايه؟ المسار رقم 2. واحنا في المسار الاولاني كنا خدنا من المحول لحد الحمل اللي هو صب MDB، كنا خدنا من المحول الـ MDB، ومن الـ MDB لحد فين؟ لحد الصب MDB لحد الحمل، فده كان المسار التاني. فده كان الكابل الاولاني، ودوت كان يعتبر هنا الزد للكابل التاني، وبالتالي بقى هنقدر نجيب مين؟ الزد بقى للكابل التالت من الـ MDB لحد الـ MCC. فإذا ده بقى هيبقى رقم كام يا شباب؟ هيبقى إيه؟ الكابل رقم 3، ودوت هيبقى الكابل رقم كام؟ رقم 4. وبالتالي هنحسب هنا إيه بقى؟ الفولج دروب رقم 1، وطبعا ده جبناه في المحاضرة اللي فاتت، طلع القيمة ديت. هيبقى ناقص مين بقى؟ نحسب الفولج دروب رقم 3 اللي هي خاصة بالكابل 95 من الـ MDB لحد الـ MCC، والفولج دروب رقم 4 من الـ MCC لحد مين يا شباب؟ لحد الموتور. وبعد كده هنحسب بقى التوتال فولج دروب كبرسنتج. تعالوا بقى نشوف أول حاجة حسبناها في المحاضرة اللي فاتت من المحول لحد الـ MDB، وكان على الكابل اللي هو ايه؟ 300 مللي بساعات مقطعه، وكان اللي هو النوع بتاعه كوبر، والعزل اكس ال بي على بي في سي، وطبعا ده كان ايه؟ كان كابلين معانا، واحنا حسبناه في المحاضره اللي فاتت في الجزء الاولاني لما حسبنا في البارت 1 من المحول لحد الايه؟ الصب ام دي بي. يبقى اول حاجه معانا يا شباب اهيت حسبناها في اللوب اهي، يبقى دي اول حاجه في المسار بتاع النهارده. تعالوا بقى نجيب لون مختلف. طيب الجزء الثاني فين بقى؟ من الـ MDB لحد الـ MCC. طب ايه بقى البيانات اللي فيه بقى؟ عندي هنا كابل اهو 95 مقصعة مقطعه، وطبعا نوعه كبر، والعزل بتاعه اكس ال بي على بي بي سي، وطوله كام بقى شباب؟ 60 متر. طب هنا بقى عندي الامبير كام؟ 167 امبير. طب ده جه منين؟ تعالوا بقى هنعمل هنا زوم على الجزئية دي من MCC لحد فين يا شباب؟ لحد ايه؟ المواتير دي. هو عندي كام موتور هنا في الحقيقه؟ 3، 2 جوتي وواحد ستاند باي. تعالوا بقى نعمل عليهم زوم كده اهوت الاول، نوضحهم كرسم لوحده اهو يا شباب. عندي هنا ايه بقى؟ ادي الام سي سي، وادي التلات مواتير. طبعا عندي هنا 2 ديوتي، الاتنين دول شغالين، يعني ده شغال وده شغال، ده ديوتي يعني في الخدمة، وده برضه ديوتي، لكن ده بقى ستاند باي. طب عندي دوت الحمل كان هنا كام بقى؟ 60 هورس باور، والباور فاكتور كام؟ 78%، يعني ده لما نحوله كيلو وات حاطه في كام؟ في 750 أو 736 أو 746، فخلينا نضرب كام؟ 750 واط، يعني تلات أرباع، يعني يطلع في النهاية كام يا شباب بقى؟ هنا الحمل بتاعنا يبقى 45 كيلو وات. 45 يا شباب ايه؟ كيلو وات. لما اضرب 60 في 3 ارباع يبقى اصبح الحمل بتاعنا هو ده. طب لما احسب بقى الامير بتاعي يطلع معايا كام يا شباب؟ لكل موتور 83.3 ايه امبير.
يبقى الموتورين كام هضرب في 2 يطلع ايه بالتقريب 167 امبير. تعالى نرجع تاني بقى المسار بتاعنا بقى اللي هو رقم 2 اللي هو الحالة دي، يبقى عندي الامبير اهوت معلوم، ادي الكرنت، واحنا بنجيب الفولت دروب ازاي؟ الكرنت في اللينس في الدلتا في اللي بنجيب من الكتالوجات، او زي ما قلنا بقى في الحالة بتاعتنا بدون استخدام الكتالوجات بقسم بين، باخد الفاكتور ده واقسمه على مساحة المقطع مضروب في عدد بين الكابلات. فانا عندي هنا هو طبعا ده كابل وحيد، يعني هنا ال N دي ال N بواحد، والمساحة ديت اللي هي ال 95 دي مساحة المقطع. يبقى أنا بطبق في المعادلة دي يا شباب، أنا بطبق في المعادلة دي هيطلع معايا كام هنا بقى؟ أدي يطلع معايا الفولت دروب القيمة ديت أوم لكل كيلومتر. أيوه، عشان أحولها بقى لأوم هضرب في كام؟ في اللينس، وعشان ما أضرب في اللينس ده عندي 60 أوم 60 متر، هقسمه كام على الألف عشان أحوله لكيلومتر، عشان أقدر مين يا شباب أختصر الكيلومتر مع الكيلومتر هتبقى لي مين؟ الأوم. يبقى يطلع في ده يا شباب بقى إيه الكابل بقى اللي هو من الـ MDB لحد الـ MCC اللي هو كان مساحة مقطعه كام؟ 95 مللي وطوله 60 متر، تطلع معايا القيمة دي يا شباب. يبقى دي مين بقى؟ تاني كابل معانا في إيه؟ في اللوب أهو، اللي هو يبقى عندي هنا بقى الكابل رقم 3. طب تعالى بقى إيه نجيب الفولت دروب، أقول بقى يا إما القيمة دي على طول في الكرنت، يا إما تطبق المعادلة طبعا ديت، هي نفسها هي نفسها. فأنا عندي ديت طبعا دوت أمبير ودوت أوم، فأمبير في أوم يطلع لي بالفولت، فأنا هضرب دي مع بعضها يطلع لي كام يا شباب؟ ده الفولت. هجيب بقى كبرسنتج أقسم على كام؟ أيوه نقسم على 400 وأضرب في 100 يطلع لي القيمة دي. يبقى أو وده تاني مين بقى؟ تاني فولت ضرب معانا محسوب يا شباب في اللوب أهو. طب تعالى ناخد فين بقى من الـ MCC لحد الموتور. اتفقنا يا شباب الموتور كان حمله كام؟ 45 كيلو وات، وادي الكابل بتاعه كان كام؟ 50 مللي مساحة مقطعه، وهو كابل وحيد. وادي عندي هنا ايه بقى؟ اللينس كام؟ 45 متر. فنفس الشيء برضه هطبق المعادلة بتاعة الفولت دروب، وانا عندي القيمة ناخدها كام يا شباب؟ 45 اهي القيمة ديت، مقسومه على مين؟ على عدد الكابلات، هنا الكابل هنا بواحد، لان بواحد وادي مين؟ مساحه المقطع ب 50، هيطلع معايا الكلمه دي يا شباب. طب انا عاوز اجيب بقى مقاومته بس ككابل، هضيف اللينس في 45 طبعا دي بالمتر، هقسم برضه كام على 1000 عشان احولها لكيلومتر، عشان برضه ايه ارجع اختصر الكيلومتر مع الكيلومتر هتبقى لي مين عند الاوم. يبقى ده مين يا شباب بقى؟ الكابل رقم 3. اقدر اجيب بقى الفرج تراب، نقدر اجيب الفرج تراب عند الامبير اهوت في مين؟ في الزد، يطلع القيمه دي. اجيبها بقى كبرسنتج اقسم كام على 400 ضرب في 100 يطلع معايا كام؟ 75% يا شباب. ودي بقى ايه؟ الفرج تراب في رقم 3 معانا. يبقى احنا في النهايه هنعمل ايه؟ هنجمع التوتال دول كلهم على بعض. تمام يا شباب، هقول بقى التوتال هنا يساوي مين؟ المقدار ده كله على بعض، ويطلع له القيمه كام بقى؟ لما اجمع الدوت زائد ده زائد دوت واضيف في المية يطلع لي كام؟ 42% من 100%. وطبعا دوت يعتبر سيف بالنسبة لنا يا شباب، لأن كده أقل منين؟ من أو يساوي 2.5 أو حتى 5% أو حتى كام؟ 8%، لأن ده يعتبر تراكمي من أول الحمل، أول الصوص لحد فين؟ لحد آخر الحمل أو آخر نقطة في اللوبة. فده يعتبر من عليا يا شباب مين مقبول. طب معنى ايه الكلام ده بقى؟ ان هو طلع الفرج تراب عندي 2.41% في المية، يعني هو كامل 400 بقى هنقيمه كفولت. يبقى نقول هنا بقى الدلتا في كفولت، لما نضرب القيمة دي يا شباب اقول هنا كام بقى السيمة دي طبعا ديت عبارة عن كام في 100 يعني على 100، اضرب كام بقى؟ ايوه في 400. لما اضاف 400 يطلع لي كام بقى؟ كام فولت. انا بعمل كام ده ليه يا شباب؟ عشان ايه؟ خليك لاخر الفيديو عشان هنحسب الكوفلنت سيركت الدايره دي، ونعمل تشيك على الفولتج اللي احنا بنحسبه دلوقتي كبرسنتج.
هيطلع هنا معايا كام بقى؟ هيبقى طبعا المية تتصل مع المية، يبقى أربعة في الكام دوت، تطلع لي هنا أربعة، وأربعة في أربعة بستاشر، ستة بعدها الواحد، وأربعة في اتنين بتمانية، وواحد تسعة يعني تسعة، وأربعة وستين بمية شهاب مين فولت. ركز بقى في الرقم ده كده بقى، عشان لما نيجي نعمل تشيك عليه في الإيكوفالنت سيركت. تمام، تعالوا بقى نشوف الإيكوفالنت سيركت معانا جبناها إزاي. تعالوا بقى نجيب لون مختلف. طبعا احنا شباب في المحاضرة اللي فاتت برضه ركزنا على ازاي نحسب الزد بتاعة المحول، فهجيب الزد بيس، وادي دي البريونت اللي هي الامبيدنس فولتج اللي بتبقى 5% عندنا في الحالة ديت. فالاكشوال هي مين هنا يا شباب؟ هي الزد بتاعة المحول اللي احنا حسبناها في المحاضرة اللي فاتت. فلما اجيب ديت بقى واضربها في ديت، هتطلع لي مين زد في المحول؟ تطلع لي هنا كام؟ تمام، 8 من 1000 اوم. طب احنا بقى لو عايزين نحسبها للحمل بتاعنا بقى، الحمل بتاعنا هنا كام؟ 45 كيلو وات، يعني هتقسم على 1000 عشان تحولها ايه لميجا وات. ادي اول حاجة، ادي ميجا وات، وربع الفولت، طبعا ده الفولت هخليه بالكيلو، وضف في معامل ايه الباور فاكتور اللي هو كام؟ 78%. تعالوا بقى الكلام ده بقى نشوف هيطلع معانا كام. المفروض الكلام ده شايف يطلع معايا كام هنا؟ القيمة دي الزد بتاعت مين؟ بتاعت اللود. وادي زد مين؟ ترانسفورمر. واحدة جايبة من شوية الزد بتاعت التلات كابلات من الام دي بي، من المحول لحد الام دي بي ده رقم واحد، ومن الام دي بي لحد الام سي سي ده رقم اتنين، اللي هو كان الكابل لو تفتكروه كان 95 متر، ومن الام سي سي لحد الموتور ده ايه الكابل رقم تلاته اللي هو كان 50 ملي مساحة مقطعه. طب تعالى نجيب الآلة الحاسبة ونحسب ده كده، نشيك عليه الرقم ده كده مع بعض. طيب هنجيب هنا دي كده، طيب خليها هنا كده عشان تواضح معاكم. قلنا نعمل ايه بقى؟ هجيب علامة الكسر اهيت، الفولت ده كان 400 يحوله كيلو، يبقى 4 من 10، وبعدين اربعه واقسم على كام؟ على 45 على 1000، يعني 45 من 1000 عشان احولها لميجا. تمام، وبعدين اضرب كام بقى في الباور فاكتور اللي هو قلنا كان بقى عندنا 78%، هيطلع معانا كام؟ يا شباب اتنين وكام بقى؟ اي نفس القيمة دي، 2 و77 و3، يعني 2 و773 ايه من 1000 اوم. يبقى كده معايا شباب القيمة دي مظبوطة معانا اهي. طيب احنا بقى في النهاية بقى عشان نحسب الكلام ده كله بقى ونتأكد منه، نعمل ايه بقى؟ احنا لو خدنا الكارنت ده وضربنا يا شباب، هنضربه في الاربع قيم دول كلهم، هيطلع لي فين بقى؟ الفولت دروب لحد قبل الحمل. يبقى ادي كده كل دوت النتورك لحد فين الحمل، يبقى هضف الاربعه دول كلهم. طب تعالى نقول هنا بقى، يبقى هنجيب الكارنت ده ونضرب في الاربعه دولت، المفروض يطلع لي كام بقى؟ حوالي 9 وشويه فولت اللي حسبناه من شويه، او بالتقريب. تعالى نشوف هيطلع معانا كام. هنجيب الاله الحاسبه، احنا طبعا هناخد كده يا شباب معانا القيمة دي اللي هي كام هنا في الآخر ديت؟ 36 ديت. طب تعالوا ايه نحطها هنا كده. طيب احنا عارفين طبعا ديت هتبقى كام هنا؟ اللي هي تبقى المحول كمان معايا 8 من 100، 8 من 1000. تعالوا نكتب هنا بقى، أقول هنا كام بقى القيمة ديت؟ الفولتج ده جبنا يا شباب، هقسم ال 231 على الكلام ده كله، هيطلع القيمة دي. فتعالى نقول هنا ايه بقى، ال 81 ديت وكام معانا؟ و 22 من 100 في، نفتح قوس بقى، أول مقاومة معايا اللي هي كام بتاعت المحول؟
8000 زائد قيمة الكم دوت 0.00016721 زائد الكم اللي بعد منه اللي هي 25 من 1000 ديت، والمقدار اللي جنبه ده كام؟ 3 4 4 زائد آخر واحدة اللي هي ديت كام بقى؟ دي 3 0 يعني 3 6 1 2. هقفل القوس واقول يساوي، يطلع معايا شهاب كام؟ 5 و78 من 100 فولت. تاخد بالك ده فيز، يبقى اطور في جهاز 3 الكاميرا ديت عشان اجيب مين؟ اللاين بتاعتها. طب تعالوا نقول هنا بقى، يبقى دلتا في كفولت هتساوي هنا كام بقى في الحاله ديت؟ 5 و7 و8، 78 من 100 في كام فولت؟ ده فيز، ها بير فيز. هضرب الكلمة دي بقى فين عشان اجيبه كلاين من فاستين؟ يبقى دي تنزل زي ما هي، وهضرب كام يا شباب؟ في روت 3. المفروض طبعا يطلع ده كام بقى؟ قريب من مين؟ من 9. تعالوا نحسبها تاني. يبقى نقول بقى هنا ايه الانصر، او تعالوا نزود بقى، هنقربها بقى، تبقى 5. هقول لك كام بقى؟ 5.78 في روت 3. هيطلع معايا بالظبط يا شباب 10 فولت. يبقى الكلام ده فعلا مظبوط 100%. يبقى كده يطلع معايا كام؟ 10 فولت بين فاستين. يبقى كده فعلا اتاكدنا فعلا ان الكوفرج سيركت مظبوطه 1000% ان شاء الله. انت بقى لو عاوز تحسب بقى مع نفسك كده بقى الشورت سيركت عند كل نقطه، هحسب لحد هنا. هقول بقى الفولت دوت مضروب في 5% على التايمر دي، وهي نفسها المفروض تديني مين؟ الشورت سيركت بتاعت المحول لو احنا حسبناه الفول لود على 0%. وكده يا شباب بقى اكون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى يكون الفيديو ان شاء الله ينال اعجابكم، وزي ما انتم كده يعني دعمتونا في الفيديو اللي فات اللي هو الجزء الاولاني. اتمنى نفس الحماس يا شباب ونفس الدعم، وشكرا لكم مره ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.